قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. سرغات يخرج في أول تصريح له بعد انضمامه للوداد. عبر أنس سرغات الملتحق حديثا بفريق الوداد الرياضي عن فخره بتحقيق حلم يراود العديد من اللاعبين بعد انضمامه للكتيبة الحمراء، مشيرا لكونه هدفه مع النادي يتجلى في تحقيق الألقاب والدفاع عن القميص الأحمر. وعن شعوره بعد انضمامه لكتيبة الوداد الرياضي قال سرغات: هو إحساس لا يمكن وصفه، فالوداد فريق كبير والكل يحلم بالانتقال لهذا النادي. وأضاف: منذ الصغر وأنا أتابع فريق الوداد الرياضي، الكل يحلم باللعب داخل صفوفه، وهدفي معه هو اللعب على جميع الواجهات عربيا محليا وقاريا. وواصل: طموحي هذا الموسم كطموح أي لاعب وهو التتويج بالألقاب، ونتمنى أن نقول كلمتنا ونكون عند حسن ظن الجماهير الغفيرة الودادية. وفي رسالة مباشرة موجهة لجماهير الوداد الرياضي اختتم لاعب نهضة الزمامرة السابق حديثه قائلا: على الأنصار أن يثقوا في مؤهلات وصفقة سرغات، فأنا لم أنضم للوداد إلا من أجل تقديم الإضافة. يذكر أن الوداد الرياضي كان قد استقدم متوسط الميدان أنس سرغات وزميله بالفريق زكريا الكياني من نهضة الزمامرة في صفقة ناهزت 300 مليون سنتيم.